يقوم فريق وطني البيئي التطوعي بإطلاق حملة بيئية وطنية تحت عنوان يستاهل وطني لزيادة الوعي البيئي بمشاركة 20 جهة محلية ودعم أيضا من الهيئة العامة للبيئة. راح نتكلم حول هذا الموضوع مع زينب الوزان، عضو ومؤسس في فريق وطني. أصبح عليك بالخير زينب. صباح الله بالنور. هلا والله. يا هلا ومرحبا فيك. يعني احنا بالبداية اكيد بنتعرف على هذه الحملة الجميلة وهذا الفريق اللي اجمل، لكن في عندنا مقتطفات راح نشوفها انا معك زينب. لو نتكلم في البداية، شلون تم تأسيس الفريق موطني البيئي التطوعي؟ اكيد فريق موطني تأسس بالصدفة. اختي لطيفة المؤسسة كانت مسوية دورة للتنمية المستدامة في بيروت، ولما رجعت سوت نفس الدورة لكن طلعت الدورة للبيئة والتنمية المستدامة، سوتها في حديقة الشهيد وكانوا مسوينها ENV وكيفاس اللي هي المؤسسة مؤسسة الكويت للدعم مؤسسة الكويت للتطبيق العلمي للتقدم العلمي. فلما سويتها كان بارت اوف الدوره هذه ان ال 12 فريق اللي كانوا مشاركين يسوون بروبوزل على المشاريع اللي عندهم، ونقوا 5 من هذه ال 12 وواحد منهم كان فريق موطني. زين، هل شفتوا زينب انه فعلا عندنا احنا هذه المشاكل البيئيه الكثيره او انها قاعده تكبر الحين في الاونه الاخيره، فاحتجتوا انه يكون عندكم يعني فريق تطوعي بيئي متخصص؟ والله اي في وايد تلوث قاعد يصير، وعندنا بالكويت 20% من الأرض عندنا مدفونة بالنفايات، وهذا للأسف شيء يعني مؤسف، وإحنا ما نحب نشوف نديرتنا تكون بالطريقة هذه، فنبي نحسن منها، وبالعكس نبي المجتمع يكون عنده الوعي البيئي وإنه ما يلوث ولا يوسخ في أي طريقة ما. إنزين، أنتوا شلون عيل بتحلون هالمشكلة من خلال يعني فريقكم؟ احنا اللي نسوي غير تنظيف الشواطئ، وحتى خلال تنظيف الشواطئ نسوي توعية حق التوعية البيئية وتوعية عن الحياة في البحر للحياة البحرية، ومو بس كذي نسوي توعية على التغيير المناخي. احنا نحاول ان نوعي الناس على اللي الناس للأسف اللي يرمون النفايات في الأماكن الغير مخصصة لها، ننصحهم ان يجون يشوفون، لان لما تجين تشوفين كمية التلوث اللي في البحر وشنو صاير بالسمك وشون ميتين، وتشوفين شنو تأثير يعني لما تين تقطين شغلة في مكان مو المفروض انك تقطينه فيه، شلون مخرب على بحرنا وعلى البيئة البحرية اللي موجودة عندنا. زين، لو نتكلم عن الحملة اللي أطلقتوها يستاهل وطني، لو تكلمينا عنها، متى بلشت، من وين تكون فكرتها؟ يستاهل وطني بلشت هي من البداية كان part of clean up the world day اللي هي المؤسسة العالمية clean up the world، وقدمنا عليها من شهر 4 والحمد لله حصلنا على القبول وعطونا الرخصة لنهاية شهر 12. وهو المؤسسة هذه عندهم يوم تنظيف عالمي للشواطئ في تاريخ 15/9، لكن احنا في الكويت شوي الجو حار وما قدرنا نسوي فيها اليوم، فاللي سويناه انه في 15/9 سوينا دورة صغيرة تتكلم عن شلون يعني شلون كفرق ال 20 فرق يجون ويسوون تنظيف شواطئ على اساس ان الكل يكون مسؤول والكل يكون عنده الخبره على ان شلون ينظفون الشواطئ هذه. زين، هل انتم الحين يعني ما بلشتوا فيها ولا بتبلشون فيها؟ احنا الحين مبلشين. بلشت الحمله رسميا من 1/10 ومستمره ل 9/11. 9/11 راح يكون هو اليوم الختامي اللي فيه تنظيف الشواطئ، راح يكون تنظيف الشاطئ في المنطقه الحره. ان شاء الله راح يكون عندنا 2000 متطوع، وعندنا شركه امنيه راح تكون جايبه الشاحنه، يعني نشكرهم على هالشيء. نعم. جايبين الشاحنه مالتهم على اساس الناس تشوف اعاده التدوير في حزه الحزه، وهم الحرس الوطني هم راح يكون موجود. يعني انتم الحين يعني دمجتوا اكثر من جهه معاكم ايضا عشان تعرفون ان شلون ممكن حتى من خلال مثلا تنظيف الشواطئ ممكن شلون اكثر من جهه تستفيد. إيه؟ يعني ممكن وانتم تشيلون النفايات ايضا تسوون الريسايكلينج مع وتعزلون اكيد الفضلات، وتحاولون ان انتم تبينون حق الناس اهميه هذا الموضوع، يعني مو مجرد نفايات والسلام وتنظيف. لا زين، زينب الفئات اللي راح تكون مشاركه، خلي الحين الجهات اللي بتتم مشاركه معاكم ايضا الفئات
الفئات؟ هل في تنوع في كبار صغار؟ انتوا قاعد تروحون لهم هم يجون لكم؟ في تنوع وايد كبير. احنا جمعنا مؤسسات مو بس مركزه على البيئه، بالعكس في مؤسسات من الفرق اللي مشاركه معانا مثلا لها شغل بالهندسه وكلش ما لها شغل بالبيئه. في مثلا سفارات معانا، يعني احنا ركزنا على ان حتى المؤسسات الدوليه يكونون مشتركين معانا على اساس نبين حق الناس ان جنسيه ما لها شغل، ولا يعني اللي تسوي له شغل بانك تهتم بالبيئه. وغير كذي يعني بالنهايه لما نشوف اكثر من جهه مشاركه مثل ما تفضلتي اكثر من جنسيه، احنا كلنا عايشين في الكويت صح، فيعني اكيد اي ضرر بيئي راح يضر، ما راح يضرنا بس احنا، بيضر كل من موجود. اصداراتكم بين الجمهور وانعكاساتها على البيئه، يعني هل خلال الفتره من التاسيس لليوم لامستوا هالتغيير؟ الناس بدات تعرف فريقكم؟ والله إيه، بشكل كبير. احنا الحمد لله حتى عندنا دعم من الاتحاد الجمعيات، فاللي قاعد نسوي ان نروح الجمعيات معانا اكياس من الرعاة ملوتنا يوسك اللي هي شركه الاثاث من علي عبد الوهاب المطوع، عطونا اكياس صديقه للبيئه اللي هي تقدرين تستخدمينها اكثر من مره، فرحنا الجمعيات وعرضناها على الناس. وهم اللي هي هذه الموطني سواها، المصممة فرح بستكي. اشتغلنا عليه، سويناه على أساس أن احنا نعطي شوية يعني دعم، ويعني نفس سبورت حق الناس اللي ما تبي تستخدم الكياس بالسوق مثلا، بدل ما تاخذين كيس من مارك اند سبنسر ولا أي مكان من المحلات اللي بلاستيك، تحطينهم كلهم في كيس واحد. حلو، ووين يقدرون يحصلونه؟ عندكم بالفريق أو عندنا هذا؟ إيه، إحنا لنا حاليا شغالين، قاعد نروح من أكثر من جمعية، قاعد نعرضه على الناس وقاعد نساعد الناس، لأن يسك عطتنا تشياس صديقة للبيئة نوزعها عليهم ببلاش، فبدل ما تي مثلا الجمعية تستخدم تشياس بلاستيك، استخدم هالتشيس أكثر من مرة. نعم، زينب يمكن احنا وايد شدنا يعني نشاط فريقكم، فنبي نوضح اكثر للمشاهدين، راح نشوف هذا الفيديو معك يوضح اكثر الفريق شنو قاعد يسوي. فريق موطني يحب يشكر كل شخص كان موجود معنا اليوم، وكل الفرق، فرق المجتمع المدني اللي كانت موجوده معنا، اللي هي راح تكون جزء، وهي فعلا اوريدي جزء من التغيير اللي قاعد يصير بالمجتمع اللي احنا فيه. احنا قدها واحنا نقدر نكون التغيير، وبغض النظر عن حجم التغيير هذا رح يكون له أثر جدا كبير في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وإن شاء الله المجتمع الدولي اللي رح يشوف شباب الكويت والطاقات اللي موجودة بالكويت شنو تقدر تسوي وشنو تقدر تغير. نحب نشكر بنك الكويت الوطني والهيئة العامة للبيئة بعد على وجودهم معنا ومساندتهم ودعمهم لنا، وأحب أشكر كل واحد من الأفرقة اللي موجودة معنا، لأن لو ما وجودهم أهما ولو ما وجود كل واحد فيكم وكل شخص قاعد يسمعني ما قدرنا نسوي اي تغيير، لان انا بروحي ما اقدر اسوي شيء، ولا موطني بروحها، ولا الهيئه العامه للبيئه، ولا حتى الدوله كمؤسسه دوله او كمؤسسات دوله تقدر تسوي شيء بروحها. زينب يمكن شفنا اخت حضرتك لطيفه وهي مؤسسه لهذه الحمله، وقاعد تتكلم عن فريقكم وشنو ممكن ياثر لو شخص واحد بس ساهم في انه هو ينقذ البيئه، شنو امور او قضايا بيئيه اخرى غير تنظيف الشواطئ انتم مهتمين فيها ايضا؟ احنا اهم شيء قاعد نحاول ان احنا نركز عليه اللي هو التقليل من البلاستيك. شلون قاعد نسوي كذي؟ قاعد نحاول ان احنا نسوي توعيه للمجتمع بان البلاستيك ما تقدر تعيد تدويره، وبنفس الوقت قاعد نحاول ان احنا نسوي ثقافه عند الناس اللي قاعد تقط المهملات في الاماكن الغير مخصصه لها، على اساس ان لما يجون يشوفون النتيجه يعني يأثر فيهم على أساس أنه ما يسوون هالشيء. وبنفس الوقت إحنا قاعد نحاول هم من غير تنظيف الشواطئ نسوي تنظيف المدن، يعني كان من الأماكن من اللي كنا بغينا نسوي فيها تنظيف كانت المباركية، لكن للحين ما عندنا الرخص اللي نقدر نشتغل على الموضوع هذا. فالموضوع مو بس أنه تنظيف شواطئ، لكن حتى ودنا نبلش من المدن نفسها. يعني لما يكون عندكم تشوفون ان في اكثر من مشكله بيئيه الحين موجوده بالكويت، يمكن انتم بلشتوا بالشواطئ لان هذا تعنينا كلنا والكل يرتاد الشاطئ، لكن الحلول اللي ممكن تقدمونها، يعني ان شاء الله مبادرتكم جدا جميله على شهر 11 بيكون عندكم تنظيف للشواطئ، لكن الحل بعد ما الناس تروح وودها تشارك معاكم وتنظف الشاطئ، اكيد انتم ودكم تعطون حل. شنو ممكن الحل اللي تعطونه للناس؟ الحل ان لاي مشكله بيئيه
يعني مثلا الحين انتم عندكم مثلا قاعد تقولين ان مثلا البلاستيك صعب اعاده تدويره، الشواطئ رمي المهملات، اكيد انتم في بالكم مو بس التوعيه، ايضا تعطون حلول بالمقابل، ان انت اذا ما تبي ترمي نفاياتك في الشاطئ مثلا تقدر ترميها في المكان الفلاني. صح، هذا مو بس كذي، يعني مثلا معظم الاشياء اللي تنقط الجلاسات مالت القهوه البلاستيك والبطول الماي، هذيل اكثر شيئين نشوفهم، مو الاكياس. فبدال ما ان احنا نستخدم بطول الماي البلاستيك نستخدم مطارات الماي عادي. يعني احنا هم من هذه من الاشياء اللي نسويها في التنظيف، ان نوعي الناس ان ترى عادي انت لما انتي يجيب معك مطارتك، والماي الفلتر مالنا نظيف بالعكس، يعني ما في عليه اي مشاكل. تجيب المطاره، اذا بتروح القهوه تستخدم الثيرمس تحط فيه قهوتك بدال ما ان تستخدم البلاستيك تبع القهوه نفسها. ونفس الشيء مع الجمعيه، تستخدم الاكياس اللي تقدر تروح فيها اكثر من مره، نفس ما نسوي لما نسافر. فليش ما نسوي هني؟ زين زينب، بالختام شنو مشاريعكم المستقبليه؟ وابيك تذكرين مره ثانيه متى راح تكون رحلتكم القادمه لتنظيف ان شاء الله. مشاريعنا المستقبليه راح تكون، احنا عندنا من تاريخ شهر 1 لشهر 5 كل ويكند راح يكون في ان شاء الله تنظيف شواطئ، واللي الحين شغالين عليه اللي هي تنظيف الشواطئ في 9/11 من الساعه 1 للساعه 4 راح يكون في المنطقه الحره في الشويخ. اذا احد يبي يشارك في مكان يسجلون اكيد اكيد كل الانفورميشن احنا نحطه على الانستغرام بيج، الانستغرام بيج، واللي يبي يقدر يكلمنا ويشارك، وبالعكس يعني حيا الله. أتمنى لكم كل التوفيق، رسالتكم جدا جميلة، قاعد تخدم البيئة، يمكن أنتم قاعد تصيرون لسان البيئة، لأن هي ما تقدر تدافع عن نفسها، ما تقدر تقول كثر هي قاعد تتضرر. ممكن إحنا نقط يعني بلاستيك صغير نقول ما راح يفرق، أو علبة مثل ما قلت ماي أو whatever شنو الشيء اللي أنا قطه، لكن هو هذا بالنهاية الضرر يمكن يمتد سنين. فإحنا نتمنى إن شاء الله لكم كل التوفيق في فريقكم هذا التطوعي الجميل. كل شكر لك زينب الوزان مؤسسة فريق موطني وأيضا من حملة يستاهل وطني، نتمنى لكم كل التوفيق. شنو في أحلى من تكون حملة اسمها يستاهل وطني؟ فعلا وطني يستاهل إن احنا نحافظ عليه، خصوصا البيئة عطتنا الكثير، فإحنا نستاهل إن نساهم شيء صغير نرد لها بالمقابل. فاصل.